السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم في مصر وارتفاع كبير جدا لأسعار الذهب. الذهب العيار الـ 24 بـ 2628 جنيه البيع، 2600 جنيه الشراء. الذهب عيار 22 بـ 2409 البيع، 2383 جنيه الشراء. الذهب عيار 21 2300 جنيه البيع، 2275 الشراء. الذهب عيار 18 1971 جنيه البيع، 1950 الشراء. الذهب عيار 14 1533 جنيه البيع، 1516 جنيه الشراء. الذهب عيار 12 1314 البيع، 1300 جنيه الشراء. الذهب عيار 9 985 جنيه البيع، 975 جنيه الشراء. الجنيه الذهب 18400 جنيه البيع، 18200 جنيه الشراء. أونصة بالدولار الأمريكي، أونصة مرتفعة جدا. الأونصة مرتفعة جدا النهاردة ب 2045 دولار البيع، 2044 دولار الشراء. كده الوضع الذهب زاد جدا، يعني كده دي ارتفاع كبير وارتفاع داخلي وخارجي، يعني ده ارتفاع في بره مصر وجوه مصر. الدولار الأونصة ديت اللي هي تعتبر اللي هي المقياس اللي بينا وبين العالم، يعني 2045 دولار البيع، 2044 الشراء الأونصة اليوم. اشتروا ذهب يا جماعة، نصيحة مني. أي حد معاه فلوس وعايز يستثمرها يحطها في الذهب، بس يكون استثمار طويل الأجل، يعني يكون ما انتش محتاج الفلوس دي إلا بعد سنة مثلا، هتكسب منها إن شاء الله، وهتلاقي فلوسك زي ما هي، ما فيش فيها نقصان ولا كلام من ده. اشتروا ذهب. الذهب الملاذ الآمن، الذهب الملاذ العجوز. يعني كل الناس بترجع للذهب، راكز، ما بيلعبش مع أي حاجة في أي مكان في العالم. الذهب ملاذ آمن. اشتروا ذهب إن شاء الله، ربنا يكسبكم بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. العيد على الأبواب، من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل علشان يوصلوا كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.